حياكم الله. وأخيرا قرع جرس القرار بعد 20 عاما من الانتظار، بعثة قيدت السيادة وعرقلت نظ السياسة، تدخلت في شؤون البلاد والعباد، غيبت الأمن والاستقرار، ولم تترك شبرا واحدا في أرض الوطن إلا وخلفت فيه الدمار. ضرب للقيم، بعده مسميات وصاية عاثت بالخراب والفساد، وبدل تسخير الإمكانات زرعت الأجندات للابتزاز بالاستثمارات وضرب العلاقات وتجنيد المشاريع الدخيلة، ضرب القيم والعادات. تحرير يستنشق العراقيين بالثقة وقوة وصلابة، يثبت القدرة والنضج السياسي والديمقراطي. أما السوداني فخطواته تجاه الإيفاء بتعهداته باتت أوضح من الواضحات. ليبقى الطموح المقبل، هل يستطيع العراق تحرير أمواله من سطوة الأمريكيين أم أن الحديث ما زال مبكراً؟ ملفنا الأول راح يكون عن قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة اليونامي في العراق بحلول نهاية العام 2025، وراح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. واحد وعشرين عاما من العمل في العراق ضمن نطاق سياسي وأمني، أخيرا وضعت الحكومة العراقية نهاية عمل بعثة الأمم المتحدة في البلاد أواخر عام 2025. الطلب يتأكد اليوم من رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني بعد لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بلاس خارت، المتضمن أنهاء البعثة التي عرفت باسم يونامي. يجب أن تخرج بعثة الأمم المتحدة قبل هذا الموعد بفترة طويلة. هذا الانسحاب سيشكل تحرر جيد إلى الحكومة العراقية وللشعب العراقي أيضا، لأن تجربتنا حقيقة مع الأمم المتحدة هي تجربة غير جيدة وكانت مؤثرة سلبا على الوضع السياسي في العراق، لما كانت تتدخل باستمرار بتشكيل الحكومات وسن التشريعات والقوانين، ولذلك خروج بعثة الأمم المتحدة أنا شخصيا أعتبرها مكسب جيد جدا إلى الشعب العراقي والحكومة العراقية. ويأتي هذا القرار معززا للدور الإقليمي والدولي الذي يطلع به العراق كدولة محورية في المنطقة، داعمة للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، إضافة إلى مواصلة الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي دون الحاجة لأي قوات أجنبية. نهاية عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق هي بداية عهد جديد في السياسة العراقية، أيضا هو يعتبر نجاح للحكومة العراقية التي أثبتت إمكانيتها في إدارة شؤون الدولة بمفردها دون الحاجة أو الاعتماد على مؤسسات دولية. لم يكن لها ذلك الدور المهم. اليوم العراق لا يحتاج لهذه البعثات التي بحد ذاتها كانت عبء على الحكومة العراقية وعلى الشعب العراقي في ظل ما شهدناه في السنين السابقة من انتهاكات وتدخلات من جنين بلاس خارت في الأمور حتى في العشائرية، وليس فقط في الاقتصاد ولا الأحزاب ولا السياسات التي كانت موجودة، وهناك الكثير من المخالفات على هذه البعثة.
بعد 20 عاما من التحول الديمقراطي والتغلب على التحديات المختلفة لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق، خصوصا ما يشهده البلاد من استقرار سياسي وأمني. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور أسامة السعيدي، حياك. أهلا مرحبا، شكرا جزيلا. كما أرحب كل الترحيب بالخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي، حياك الله أستاذ سرمد. أبدأ معك يا دكتور أسامة، يعني بصراحة هسه اليونامي غادرت وستغادر في العام 2025. نعم. العراق ممكن يبتعد عن الوصاية الأممية، ممكن يرجع سيادته إلى سيادته بشكل واضح وصريح، لو أكو فقرات قانونية قد تعرقل عودة العراق إلى سيادته الكاملة. نعم، شكرا جزيلا، تحية جنابك الكريم والأستاذنا الغالي أستاذ سرمد وإلى مشاهدي قناة الأم، شكرا على الاستضافة. يعني أكيد اللي تفضلت به هو كلام سليم، فعلا العراق من تتواجد ببعثة أو بهذا التوصيف هو فعلا بما معناه أنه غير مؤهل في إدارة شؤونه، وهو يعاني من مشاكل وبالتالي يحتاج إلى المتابعة. طيب. وهذا هو اللي كان يحصل، كانت أكو إحاطة دورية تقدم من قبل مسؤولة البعثة ومسؤول البعثة عن تطورات الأوضاع في العراق. طبعا قصة هذا الموضوع هي مو بدت ما بعد عام 2003، وإنما قصة هذا الموضوع هي تعود ما بعد 2 آب 90، وكانت هناك لجان تفتيش وبعثات مختلفة، كل بعثة طبعا كان لها مهام في تلك الفترة ما بعد قيام نظام صدام باحتلال الكويت، وكان الإنموفيك وغيرها عدة حوالي 3 بعثات كانت وظيفتها أو أساس عملها هو تفكيك أسلحة الدمار الشامل وتفكيك الأسلحة غير التقليدية والقدرات الصاروخية التي تتجاوز مداها أكثر من 150 كيلومتر. وبالتالي من هنا بدأت القصة، أنه أكو نظام كان يحكم العراق وهذا النظام كان غير مأمون الجانب، وأدى إلى أنه هذا النظام يهدد السلم والأمن الدوليين، وقام بالفعل باحتلال دولة معترف بها وفق القانون الدولي وفق الأمم المتحدة اللي هي دولة الكويت، وبالتالي وضع العراق تحت الرقابة. وحتى وقعت فيما بعد في عام 1995 ما عرف بمذكرة التفاهم والنفط مقابل الغذاء، بما معناه لا تسلم الأموال إلى النظام السابق. الفساد بدأ من هاي صحيح. ويقول لك أنه ممكن إحنا هسا نقدم شكاوى دولية للحصول على حقوقنا، باعتبار أنه بعثة الأمم المتحدة متهمة بالكثير من ملفات الفساد. سمنقول فساد، خلينا نقول شبهات فساد. طبعا ما بعد عام 2003 شكلت لجنة في تلك الفترة للبحث في أنه كان نظام صدام يعطي كوميشنات ويعطي عمولات إلى بعض الموظفين وبعض المتعاملين وبما فيهم حتى ضباط ضمن الأسطول أعتقد السادس، كانوا يهربون النفط العراقي في تلك الفترة بسبب العقوبات اللي كانت مفروضة على نظام صدام. يعني التحقيقات توصلت وحتى أنه اتهم في حينها ابن الأمين العام للأمم المتحدة أنه كان كوفي عنان المتورط في هذه القضية، لكن أغلقت وذهبت أدراج الرياح لأن كان مساس فيها لشخصيات ضالعة وكبيرة في ودبلوماسية في الأمم المتحدة وحتى خارج الأمم المتحدة. القصة مالتنا بعد عام 2003 كانت قصة مختلفة مع الأمم المتحدة، أنه كان أكو شيء اسمه احتلال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وكان السيادة أو الحكومة أو الدولة تقريبا انتهت أو أسقطت، وبالتالي لا يوجد هناك أحد يدير شؤون البلاد، فبالتالي كان لابد أن تكون هناك بعثة في الأمم المتحدة توازن. نعم. أو توازي تواجد قوات. طيب. محتلة بموجب القرار 1583. أستاذ سرمد، على الصعيد الأمني ماذا يمثل مغادرة اليونامي؟ البعض يقول لك العراق راح يرجع للمربع الأول، العراق غير مستعد أمنيا، هذول يشكلون مصدر حماية، أريد أسمع وجهة نظرك الأمنية أستاذ سرمد. بداية تحية لكم ولمشاهديكم أخونا الدكتور عباس. احنا أولا خلي نهني الحكومة ونهني الشعب العراقي، ترى هذه الخطوة هاي القفزة. نعم. يعني أنا بالنسبة لي قصتها أعتبرها نقلة أو قفزة بالوضع العراقي الحالي. نعم. لأنه ليس من السهولة أن يصوت مجلس الأمن على الموافقة على سحب البعثة أو إنهاء عمل البعثة. نعم. والبعثة خلاص هم رأوا بأن هنالك دول أخرى تحتاج إلى هذه البعثة أكثر من العراق. إحنا العراق أصبح عندنا استقرار نوعي. إذا تتكلمي لي من الناحية الأمنية، إذا نتكلم عن داعش،
فثقي أنا أرى بأنه أكو بلدان يمكن في أمريكا الجنوبية اللاتينية في آسيا بها جرائم أكبر من هذا الموضوع. مدى أتكلم عن 2014، أتكلم عن الوقت الحاضر. نعم. يعني هنالك من سأل يقول أنت قبل أسبوع أو 10 أيام انطيت أمر لواء شهيد، تمام لولا في مطرح. صحيح. هذه العمليات يا أخوانا شرحت لكم عدة مرات، هاي عمليات العصابات، حرب العصابات بالتعبئة العسكرية من أصعب الحروب. دائما يكون للمهاجم اختيار المكان والزمان اللي هو يهاجم به. يعني عملية مباغتة؟ لا، هي هم عبارة عن 2 أو 3، أما يأتون مشيا عن الأقدام أو يأتون بدراجة نارية، يبتعد عن الموضوع عن النقطة أو الربيئة الموجودة. نعم. كيلوين أو 3 ثم يرمي عليها، تجي تعزيزات عليها، يصورون أكو هجوم طبعا من النخوة اللي موجودة عندنا، وهاي احنا طبعا رافضيها. أنا بالنسبة لي أبد ما أيد أي إسناد يجي إلى أي مكان، لأنه هم دي يعملون على هذا داعش. يعني من يوصل إسناد الدعم، يا أما يخليهم عبوا ناسفة يا أما يضربوهم بالطريق. زين، بس هاي طريقة قديمة، معقولة ما اللي يقولها حل يا أستاذ سرمان؟ بتعرض الدبس لقولها حل، يعني وراها صار تعرض الدبس دكتور عباس هم استشهد لنا واحد هم نفس العملية، ضربوا على ربية بس القطعات اللي يعني مقر لواء ومقر فوج ما دزوا تعزيزات، قال له أصمد أبقى بمكانك، التفوا عليهم من الخلف على مصادر النيران. يعني ما أجوا ذولا، كان متوقعين بأنه البقية يعني الفوج أو مقر لواء راح يدس تعزيزات للطريق من أجل ربية تواجه هذا الموضوع. لا، قال له أصمد بمكانك، لأن المقاتل إذا بمكانه يعني بربية، لأن هو محصن مو من السهولة يوصلوا له، خليها ببالش يعني. فلذلك افتروا عليهم من الخلف، لذلك صار الاشتباك وفشل الهجوم، فشل باستثناء الضربة الأولى اللي ضربوها كانوا يعني صار بها خسارة. الأمريكان يرهنون على ورقة داعش؟ على شنو يرهنون؟ يعني يقول لك بعثة اليونامي من تطلع راح يرجع داعش، راح نرجع للمربع الأول. الله يخليك ست، خلينا نوضح هذا الموضوع للعالم، اكو عالم متخوفة منه ترى الموضوع. جدا. أولا اسمحي لي، أولا الأمم المتحدة واجباتها أصلا، أنت أولا قضيتي عليهم سياسيا، هل دوران هذا مال بلاسكارد كانت تفتر على الجميع وتحاول أن تصير تتدخل منها، وبال 2019 تدخلت في أمور لم يكن من الواجب أن تتدخل فيها، خاصة كان العراق يمر بمنعطف خطير أيام تشرين، فلذلك تدخلاتهم كانت قد ممكن أن تؤدي بالدولة إلى 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 منعطف خطير في وقتها. نعم. يعني تجاوزوا حدودهم، هم خلي أشرح لك إياهم، هم بسنة أعتقد 2003 قرار 1500 شكلوا بهذا، اجى ديميلو في وقته. نعم. وديميلو يعني قتل هنا في بغداد، كان كان مكانه صدر القناة، قتل بأول ما بدت القاعدة ضربوا. نعم. الأمم المتحدة ثم جددوها بال 2017، طوروا عملهم في هذا الموضوع. احنا بالنسبة ان عندنا استقرار أمني كامل، ست فرح، وهي رسالة للجميع، ما ممكن ولا من أي ما عندنا أي احتمالية لعودة داعش والسيطرة على جزء من الأراضي العراقية. هذه رسالة مطمئنة جدا من جنابك. إذا دكتور أسامة راح أرجع لك على المتباكين على الديمقراطية، يقول لك مغادرة بلاسخار راح تعرض العراق لأزمة كبيرة، راح يسيطر مكون على بقية المكونات لأنه الديمقراطية حديثة بالعراق، شنو رأي حضرتك؟ لا، هو هذا الكلام ما نعتقد. اولا ما كان اكل الامور المتحده او خلينا نقول البعثه بمعنى ادق دور بهذا الخصوص، يعني الدور اللي كان موجود هو يا اما كان دور هامشي او يا اما كان هو دور يعني خلينا نسميه جزء من ديكور يفترض ان يكون موجود. لان انا ارجع واقول انه البعثه من بدت او مهام البعثه من بدت كان اكو شيء، اولا ما كانت سلطه في البلد، سلطه عراقيه زين. كان بعد حتى مجلس الامن بعد ما متشكل، عفوا مجلس الحكم في حينها، وايضا كانت فقط المتفرد بالسلطه هو كان جي غارنر، وبعدين عين بول بريمر، وكانت السلطه انت تتحدث في قديم الزمان، وانا هو انا دا اريد اسس، يعني اريد حتى المتلقي يكون عنده فكره انه شلون جت البعثه، منين جت، حتى نوصل الى مرحله انه خلاص انتفى وجودها. البعثه كان لها وظيفتين، الوظيفه الاولى طبعا بوجب قرارات مجلس الامن، الوظيفة الأولى هي أولاً مساعدة العراق على التحول الديمقراطي وتقديم الدعم إلى ما يتعلق بمحاكمة أزلام النظام السابق، المحكمة الخاصة
وايضا ما يتعلق باجراءات المفوضيه المستقله للانتخابات. الواجب الثاني، الواجب الثاني هو تصفيه التركه ما بين متعلقات احتلال نظام صدام للكويت، ما يتعلق بترسيم الحدود واعاده الارشيف الاميري وموضوع الاسرى والمفقودين الكويتيين. هاي لذلك كانت اذا نتذكر بلاس خالد كانت تروح للكويت، يعني صحيح. قبل تصدر رساله السيد رئيس الوزراء قبل ان يتحدث العراق كان في صفر هذه الملفات. لكن سؤال لحضرتك، بلاس خالد ما كان هذا عمله، كان ابعد لها من هذا العمل، يعني حتى كانت تلتقي بشيوخ عشائر، تدخلت كما تفضل استاذ سرمد باحداث تشرين، تدخلت باقتتال شيعي شيعي في البلاد استاذ. يعني طبعا كل بعثة من تخرج عن مهام عملية يفترض يصير اكو اخطار وتنبيه. احنا في تلك الفترة الحكومات السابقة او الحكومة السابقة تحديدا ما كان لها رؤية انه تخطر الجانب الدولي او تعطي رسالة للامين العام بانه بالمناسبة يقال انه حتى كان عندها اعمال تجارية يعني في العراق، مهام تجارية مهام اقتصادية مو فقط مهام سياسية، يعني وجودها وفقط وهي من صلاحياتها تكون عندها مهام لا تجارية. لا طبعا طبعا الدبلوماسي اولا هو شخص موظف دولي معتمد ويكون حتى الجانب المالي الجانب التجاري مالته او اقتصاد يعني امواله تكون تحت الرقابة انه ماكو عنده كسب غير مشروع غيره، فطبعا هي تقوم بهذه المهام هي مخالفة بهذا الخصوص. ليش العراق ما يحرك شكوى ضد هذه المخالفات؟ يعني احنا في ظرف، حتى نكون واقعيين، احنا في ظرف قد يكون العالم ما كان ينظر لنا بايجابيه، وبالتالي ما ممكن انه نتحرك بان نقول انه اكو مخالفه من قبل البعثه او من قبل من يمثل البعثه او انه بلد احنا ترى كامل الاهليه في ان نتعاطى مع شؤون الخارجيه. يعني لحد فتره قريبه احنا لحد 2012 احنا يلا تقريبا صفينا متعلقاتنا، لحد 2023 يلا تم تسديد كل الفواتير والتعويضات المتعلقه الى دوله لا. الكويت. فاحنا الان فعلا بدينا نتنفس تنفس احتيادي، ما بحاجه الى اجهزه صناعيه او ما بحاجه الى جهاز ينظم عمليه فعالياتنا الحيويه كدوله. نعم. القول انه البلد ممكن انه ينهار او ممكن انه يتراجع او ممكن انه هذا انا اعتقد قول غير سليم. ليش؟ لان احنا مو افغانستان. افغانستان شفنا انه بس انسحبت القوات الامريكيه انهار النظام السياسي في افغانستان. بس التشرينيين يدافعون عن هذه الفكره وبقوه. يعني هسه هذا الراي او هذا الاتجاه او المساحه هسه اولا هي شقد نسبتها هذا هم فد موضوع يراد لبحث. القضيه الاخرى انه احنا تعرضنا الى اكثر من نكسه بصراحه. احنا في عام 2014 هي كانت التحدي الحقيقي انه هل النظام السياسي والعمليه السياسيه قادر على الاستمرار؟ لو لا راح تنهار وراح تسيطر داعش على العراق مثل ما سيطرت تنظيم طالبان على افغانستان في سنوات سابقه وحتى بالمره الماضيه في بعد انسحاب الولايات المتحده الامريكيه. اثبت وجهه نظره. وبالتالي احنا كنظام سياسي، نعم ما نقول احنا نظام سياسي مثالي ولا نقول احنا نظام سياسي متكامل، لان ماكو بالعالم نظام سياسي مثالي، سواء كان الولايات المتحده الامريكيه نفسها كنظام سياسي هو عنده مشاكل وعنده تحديات، او اذا نتحدث عن دول الشرق اللي اليابان الصين الدول الاخرى اللي هي قد تكون نوعا ما انظمتها السياسيه مستقره ايضا تعاني من مشاكل. طيب استاذ سرمد بصراحه وريت اطق بطق من حضرتك، بلاس خالد ساهمت في استقرار العراق لو خلق ازمات كثيره. ترى يعني ست فرح، يعني بلاس خالد والله انا كنت اشوفها بمركز النهرين من نحضر نناقش موضوع الهول وهذه وكانت مجامله كثيرا، ومن يحكي واحد تاشر له اوكي كلامك يعني مضبوط، كانت هي متداخله ويا المسؤولين يعني يوميا عندها زياره هي. أنا بالنسبة لي عندي نقاط على هاي الأمرأة، يعني ما أعرف يعني شنو هي النقاط؟ ما أنا شفتها تجاوزت حدودها بهواي. بالمناسبة خلينا نفرق بين بلاس خالد وبين منظمة اليو إن اللي عندنا، هذه واجباتها واحد، هم جايين يحمون العملية الديمقراطية، وأنت تكلمين تقول الشيعة السنة يخافون من الشيعة والكراد يخافون من الشيعة، ليش هي من صارت طائفية 2007 و8 مو كانوا الأمريكان بنص البلد؟ أي صحيح. ها؟ سووا للطائفيه كل شيء، ما سووا شنو اللي سووه للطائفيه؟ لا عزيزتي، واني من هسه اقول لك والله العظيم عندنا عمي احنا عندنا ضابطه، عندنا دين يحكمنا، اكو ضابطه بين الـ 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 المذاهب والطوائف والملل والنحل، واحنا مو لا تتصورين العراق وحوش هيك راح يشيتون دوله على دوله ويذبحون. بعدين اكو فرق اخر، يعني اللي هسه
اللي هسه دا يتكلمون، اللي بدأوا اليوم يتكلمون، اليوم بدأوا بدأت الهجمة، يعني هي منسقة جزء من هذه. أنتوا عندكم 19 شهر تمام لو لا؟ إحنا 19 شهر يلا يطلعون، أكو راح يصير تقييم للموضوع أكثر. برأيش هاي الدول العالمية اللي كلها قاعدة ودا تراقب العراق ودا يريدون يشوفون نجاح المشروع العراقي، يعني برأيش كلهم يرتؤون بأنه العراق لا خطر، لازم تبقى من الأمم المتحدة على أساس العملية الديمقراطية تحميها واستقرار العراق الأمني. بلبلة عراقية داخلية مثل تحريك الشارع غير أمور حتى يبقون اليوناني في العراق؟ ما هو وجودهم ما بفائدة أصلاً، إحنا ما نعرف. أكو ناس مستفيدين منهم أستاذ سرمان. إيش مستفيدين؟ لا يعني تخلينا نكشف أسرار مو قلش، أكو حتى متهمين بأعمال تجارية. هو هذول أهل الأعمال التجارية، هذول هم متنفذين، ممكن يحركون الشارع؟ ما كل شيء توقعي. ليش أنت هسه أنت تصورين هسه مثلاً إحنا دا نقبل على استهداف المصالح الغربية بالعراق؟ أنا بالنسبة لي ما نوافق، ونقول لهم يا شباب مهما يكن الوازع سواء عقائدي أو غير شيء، أو هذا الموضوع يضر بالبلد، هذا الموضوع يضر بالاستثمار بالبلد. هاي رسالة خطرة تنقل، تخلي الأمريكان ما راح يفكرون يسحبون، الأمم المتحدة ما راح تفكر تنسحب، هذه كلها نتائج سلبية. راح تعطيهم ذريعة بيتهم. هم يردون ذريعة جاهزة، لأنه أنا خلي أقول لك ليش. لأنه اللي ما شايف، يعني اللي ما جاي ويانا مرات من زرنا القواعد، إحنا من جمان فلوس ترى، إحنا العراق من جمان فلوس. يعني إحدى القواعد اللي زرناها في وقتها من كان الضربات ولوكيت مارتن يريد يطلعون وهذه، فشفت جايبين شركة معينة، هذه شركة دعم الحياة تعدادها 1200 واحد، أنتوا شو تسوون؟ زين شي دعم الغذاء وحمايات وحتى الكهرباء، كهربائيين مخصصات وغيرها دخلت بمطعمهم مال الضباط او القيادات مالتهم، متوفره لهم امور ما حد، يعني انتم 1200 واحد يعني. زين لذلك هذه بسالك بلاس خارت، هي انطتها لنفسها لو المسؤولين انطوها اكبر من حجمها؟ لا المسؤولين، والله المسؤولين. انت جاي امم المتحده، انت ما انت واجبش معروف ده تراقبين العمليه الديمقراطيه، واحنا وصلنا الى اعلى مراحل الديمقراطيه، ترى العركه مال البرلمان خاف يعني العراق، هي هو كل برلمانات العالم صحيح. احنا ما واصلين عركه مال سلاح ست فرح، ولا واصلين ترى واحد يقتل الله خناء على بنو اسلو بالكراده، جرائم قتل نفوسك 40 مليون نسمه، والبلد صحيح. يمر بمرات بعض هذه حالات صعبة. فردية مو حالات فردية صحيح. انتحار يعني، وطالب بالسادس إعدادي ما يجاوب، أو طالبة أو مراهقة أو صحيح. هذه كلها شيء، هذه ترى سابقا موجودة، لكن ما كانت ظهر العيان، خلي بالكم ماكو تواصل، اليوم هذا التليفون البلوى اللي إجانا دي ينقلب باتجاهات سلبية هواية، بعدين نفوسنا كثرت، الوضع المعاشي احنا من واحد، احنا شو وقت شفنا اعمار؟ تعال خلينا نتحاسب معي دكتور عباس، صار ايش قد ما شايفين جسر دكتور اسامه، دكتور العفو دكتور اسامه، دكتور اسامه السعيد يا اخوي، ايش قد صار لنا ما شايفين جسر؟ من وراء 2003 ما انباب له معظم 8 سنين، انا اروح وجهي شورجي المحل وهم يبنون بي، يا شركه تجي هزموها، يا هسه انت يعني احنا المشكله مو بس هاي ترى المصافي يا اخوان، مرات يقولوا لي انت والله اذا تمدح بالبز يا با، انا مو امدح، انا اريد بلدي ينهض. انت شفت تغيير على يدك، اريد بلدي ينهض يا عزيزتي، احنا نريد بناء، ليش من نسافر لاوروبا؟ شوفي يعني راح اخذ منك الدكتور اسامه شويه، دكتور اسامه سافرت العام الى اوروبا، اصدقائنا نفسهم العراقيين اول ما اصعد وياه بالسياره استاذ سرمد بس الحزام زين منظم في بلده مو منظم الترافيك، والله قياس سرعه مكتوب هذا 30، دير بالك 30 امشي 30 يجي هنا ينجن. مع الاسف شوفي بس قلنا اكو كاميرات هسه ثقي واعتقدي 70% من السيارات الان نشوفها، لا اخذت قبل يومين تاكسي واول ما صعدت كان يقول لي عمو الحزام الله يخليك، قلت والله يا بزين ليش ما تدريش من البدايه زين. هاي اتوجه بها الاستاذ اسامه، استاذ اسامه اذا نحن من نعطي للامم المتحده بعض السياسيين نعطيها مساحه، هي هاي المساحه استطاعت ان تتدخل بها الى الشؤون السياسيه
وتحكم وتأمر وتنهي. إذا المشكلة مشكلة عراقية قبل هي ما مشكلة اليونان. ما هو طبعاً هو مو يعني إحنا بما أنه نظامنا السياسي ده يتطور من أساس سياسي ما تنقعد تتطور، فأكيد تصير أكو مشاكل هي تحاول تنفذ. يعني أكيد من تطلب لقاء مع شخصيات سياسية ما ممكن يرفضون ومو دفاعا عنهم، وبالتالي من راح تلتقي بهذا وتلتقي بهذا هي تعمل عود على أساس إنه هي ممكن أن تقرب وجهات النظر. بس هو عملياً ما حصل هذا الشيء، يعني ما يحسب إلها إنه هي حلت أزمة أو قامت بوساطة أو قدمت في وجهة نظر معينة أو فتحة. هي لعبت دور مشبوه سياسياً لو بس ما قدمت. هي أرادت إنه تنطي إنه شلون أكو. أنا دائماً أوصف هذا إنه هي جزء من ديكور النظام السياسي. يعني دائماً إنه أنا حتى كتبت أكثر مرة، يعني في هذا الموضوع من قبل سنتين كتبت وعلى أثرها، بس أنا ما أقول هو الموضوع أنا حركته، بس أنا الناس اللي كتبت للقيادات السياسية وكتبت لي رئاسة الوزراء من السلم سيد رئيس الوزراء أنه ليش تعتقدون أنه لازم أكو أمم متحدة جزء من الديكور السياسي؟ إحنا نظامنا السياسي خلي يكون بدون أمم متحدة، إحنا بدينا والأمم المتحدة موجودة. فلذلك حتى القوى السياسية ما قاعد تقدر تتخيل أنه نظام سياسي وعملية سياسية بدون وجود بعثة أمم متحدة. فقلت لهم لا يا أخوان، أنه إحنا خلي نفكر أنه ماكو شيء اسمه أمم متحدة، وأنه عملية سياسية مالتنا ونظام سياسي والانتخابات مالتنا تصير بدون وجود لبعثة. ممكن يحضرون يراقبون الانتخابات مثل أي منظمة دولية ويرفعون تقارير، هذه مسألة طبيعية. مسألة طبيعية، لكن أكو أطراف سياسية مستفيدة من بقاء اليونامي، هسه تضررت إذا اليونامي ستغادر. هو مو مستفيدة، بس هو الشعور، هذا الشعور مو بس من الأمم المتحدة، حتى بالنسبة لمغادرة القوات الأمريكية، أنه القوى السياسية تتحدث بواقعية أو أنه تعتقد أنه وجود الأمريكان، قوى السياسية السنية أو الكردية، وجود الأمريكان، وجود الأمم المتحدة ينطيهم نوع من الاطمئنان النفسي، أنه حتى ليس لك تفرد بالأغلبية السياسية. بس عملياً أنا ما أعتقد أنه اليوم القيادات السياسية وأيضاً تحدث نظامك الدستوري لازم به محاصصة. هو مو نظام، هو العرف صار. يعني أنا أعتقد القيادات السياسية الشيعية الآن الإطار التنسيقي عندهم من الرؤية والحكمة أنه ما يتفردون بالسلطة بالطريقة بما معناه أقصد يتفردون بمعناه يأخذون رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان. يعني إذا أريد أتحدث بالأغلبية السياسية، بس هي ممكنة يعني الأغلبية السياسية، أي ممكنة الأغلبية السياسية تقول نعم أنه الأغلبية هي اللي تأخذ الثلاث رئاسات وينتهي الموضوع. لكن جرت العادة وجرى العرف أنه يصير أكو نوع من التقاسم السلطة ما بين المكونات حتى يكون نوع من التوازن. وهي طبعا يفترض حالة مرحلية، وإنما العمل الديمقراطي، وأنا دائما أقول اللي ينتقد المحاصصة خلي يقدم البديل. إحنا مرات أكون نسمع كلام المحاصصة سيئة، المحاصصة سلبية، المحاصصة دمرت البلد. طيب شنو البديل مع المحاصصة؟ قالوا شنو البديل؟ قلت لهم البديل هي الأغلبية. الأغلبية أنه أنت تأخذ رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان، تتحمل مسؤولية البلد. الأكراد بصراحة، القوى السياسية الكردية، القوى السياسية السنية تتحمل وتتقبل أنه هم يبقون خارج المعادلة في إدارة البلد؟ لا طبعا ما يقبلون. بس المشكله مو بالمحاصصه، بس ممكن يقول لك انطينا اياها احنا والاغلبيه خلت تنحى. شلون هذا خلاف الديمقراطيه؟ هم راح نرجع لا هذا خلاف الديمقراطيه. اذا ما يتقبلون الكتل السنيه او الكرديه، المشكله مو بالمحاصصه، المشكله في البدائل اللي تقدمها المحاصصه. مثل انه انت تقدم وزير ناجح، تقدم نواب وشخصيات كفؤه. ما ممكن استاذ اسامه، لان كل واحد يحود نار القرص. ما هو ممكن. وهو احنا عمليا هسه من تطفى الكهرباء، من يصير اكو شح بالمياه، مدى يميز بين سني وشيعي وكردي، قاعد الكل ينشمل. من يصيرك تحدي امني الكل يتاذى. زين، اذا استاذ سرمد بصراحه قلت هذه النقطه تحسب الى الحكومه، الى اي مدى استطاعت حكومه السيد السوداني اثبات النجاح الامني والسياسي في هذه الحكومه؟ شوف هي العمليه صعبه، يعني لا تصورين ليش صعبه؟ لانه يعني اذا قام كل وزير بواجباته فعلياً بدون مجاملة وبدون أن يرى مصلحة المكون اللي جابه كوزير، لا راح تمشي الأمور يعني مثل ما أحذرين. ما معقولة، يعني أنا مرات مثلاً من يتكلمون على خلقات أمنية أقول له يعني ما معقولة وزير الدفاع لو محمد الشاعر راح يزن بندقية ويوقف مكانهم، شنو واجب هذول الناس؟ غير اكو تسلسل بالعمل الوظيفي. صحيح. اليوم اني اذا اساءة في منطقة في شارع الفلاني اخابر مدير بلدية اقول هاي شو الاساءة؟ اني من يخابر اني من بغداد. زين، هذا العمل ما معقولة. انت رئيس وزراء، والله احدى المرات قال لنا، يعني قال والله اني اعترضت على فد موضوع، جاني يقول لي تعرف
استاذ سرمد انا وصيت اجتمع ويا مدراء عامين، هذا مو واجب رئيس وزراء؟ لا مو واجب. مو واجب عندك تسلسل وظيفي يتبع. تسلسل وظيفي يتبع وحسب الاصول امنيا. انا اقول لك والله يعني ما ادري، انا مطمئن امنيا، ما اتوقع يعني يا اخوان يعني اللي مضى علينا 2006 2014 صعب جدا، ما يمر بعد احس الناس تذكر. بعدين ما مستعدين سواء هسه تكلمين على الاطار التنسيقي اللي هو ما مستعد يشوف صورته امام العالم. صح. العالم ترى انت عندك جوارين، عندك عمق. صح. زين. صح. لا انا اقول لك لا ايران توافق ولا السعوديه توافق ولا امريكا توافق، ما مستعد يخسر هاي الدول. احنا مقبلين يا ست فرح على ميناء الفاو طريق التنميه، هذا فد مشروع وبدا المشروع بدا ينفذ يرى انه اصلا يغنينا عن النفط بالمستقبل. صح. يغني يصير لو تروح شوف الامارات ما عايشه يا نفط. صحيح. ما عايشه على النفط. زين. طيب. على هالتجارة هاي العالمية اللي دبي مثلاً صارت محطة قبل أي بديل عن النفط. صحيح. نعم. إذن اسمحوا لي ضيوف الكرام بالبقاء معي، دعونا نختم معكم هذا الملف الأول بأبرز الآراء النيابية والسياسية في منصة إكس حول قرار مجلس الأمن لنتابع. وقف إطلاق النار هذا يعني نصر لحماس ونصر لكل المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي غزة وفي كل مناطق ولكل الفصائل المقاومة سواء في لبنان أو في العراق أو في اليمن. أقاول إعلامية لا أكثر ولا أقل مجرد لقضية تهدئة الوضع السياسي من باب أن مثلا لا تتوجه إلهم التهم السياسية مقابل قبل البلدان المجاورة أو أي شخص معهم. اليوم الداعم الرئيسي لإسرائيل هو أمريكا، وهذا أمر لا شك فيه ومعروف لدى كل الأوساط وكل العالم يعرف بهذا الموضوع. تمادت أمريكا حتى على مفاهيم الإنسانية، ودائما ما تتغنى وتعلن في إعلامها أنه هي مع الحرية مع الديمقراطية مع الإنسانية، على العكس الذي نراه هو اليوم انتهاك صارخ للمواثيق الإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة ومواثيق العدل ومواثيق كل المواثيق وكل المفاهيم انتهكتها إسرائيل. أجدد الترحيب بالأستاذين الدكتور أسامة والأستاذ سرمد، ومع أيضا ينضم إلينا الآن من سكايب أو عبر سكايب من فلسطين الخبير في الشأن الإسرائيلي إسماعيل مسلماني. السلام عليكم أستاذ إسماعيل. وعليكم السلام، أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا بحضرتك. إذا أبدأ معك دكتور أسامة، ما الذي أجبر بايدن على مقترح وقف إطلاق النار في غزة؟ هو حقيقة معطيات على الأرض، يعني التوغل اللي حصل في غزة، التوغل وصول إلى معبر رفح، عمليا دائما بالجانب العسكري أن الجيوش ممكن تحتل مناطق، لكن كيف سيتم الاستمرار في السيطرة؟ عملية الاستنزاف اللي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية، وبالتالي ماكو نتيجة أو ماكو نهاية أنه فعلا يتم القضاء على فصائل المقاومة أو على حماس بهذه الطريقة وبهذه الصورة. لا ننسى أنه هذا الكيان ما معتاد تاريخه من تأسيسه من 48، وما معتاد يدخل في حروب طويلة هكذا بهكذا أشهر، ودائما يعتمد الحرب الخاطفة السريعة اللي يحقق فيها مكسب. طيب. وانتصار، وبالتالي يعود. هذا فيما يتعلق بالمعطيات الأمنية والعسكرية، المعطيات السياسية. اليوم أكو ضغط داخل الولايات المتحدة على حكومة بايدن لإعطاء مثل هكذا مقترح؟ إحنا نعرف أنه اللوبيات والمنظمات الصهيونية هي المنظمات الفاعلة والمؤثرة في القرار الأمريكي. نعم. بدرجة من منظمة إيباك وغيرها، بالتالي البدائل اللي تصنع للرئيس الأمريكي في بدائل صهيونية. اليوم الرأي أنه لابد أن يتم إيقاف أو إنهاء هذه العمليات، لأنه واضح أنه حجم الاستنزاف وحجم الخسائر اللي تكبدها هذا الكيان، طبعا فضلا عن الجانب الفلسطيني اللي قدم تضحيات وشهداء وبنى تحتية وغيره، لكن التضحيات أو الخسائر في المستوطنين والخسائر في البنى التحتية الصهيونية هي أعلى وأكبر. طيب. حجم الدعم الأمريكي لهذه الكيان المصطنع لحد الآن وصل أكثر من 70 مليار دولار. نعم. وهذه أرقام حقيقة لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر الإيفاء بها في ظل التزامات في حرب مع حرب روسيا وأوكرانيا، في ظل التزامات أخرى قد تكون مع تايوان، وبالتالي لابد أن وهم مقبلين على انتخابات 2024، لذلك لابد أن تكون هناك هدنة حتى وإن كانت مؤقتة تحفظ فيها ماء وجه هذا الكيان
وتخرج بانتصار قد يكون مصطنع، وعلى أمل أن يتم مد عمر حكومة نتنياهو إلى أكبر قدر ممكن. طيب أستاذ سرمد، بصراحة ماذا يريد الكيان الصهيوني؟ يعني من غزة إلى رفح جرائم وإبادة جماعية، وبعد هذا إيش راح يحقق على أرض الواقع؟ يعني والله يا ست فرح، يعني أنا أستغرب، يعني هم آخر القصف اللي قصوه الخيان في رفح. في رفح. يعني أنا تعرفين أنا أتابع المواقع كلها العاملة، حتى المواقع الإسرائيلية أتابعها، هم ذكروا والله انصدرت منها صواريخ ضربت تل أبيب. يعني هي حتى لو فعلا يعني، لكن انت البارحه ضربوا يعني المقاومه ضربت كريات شمونه وقبضنا، يعني انت توقعي ورا هالحرب 8 أشهر، هم ناس بسطاء يعني مقاومين بسطاء مهما يكون يعني حماس، ولحد الان يضربون العمق الاسرائيلي. اسرائيل انجنت، احنا عدنا بالحرب يعني ما بقوا شيء ما استخدموه، بس بقى الا يشمرون عليهم قنبله نوويه ويمردون. وكان هذا مقترح، كان هذا مقترح في بدايه الحرب. يعني حتى هسه هم بايدن من مقدم هاي المراحل الثلاث، لا تتوقعين بانه هي اسرائيل مقدمتها، عندهم قتلى موجودين عند الجان او يردون دقهم على، شوفي شلون يهتمون بارواح القتلى وارواح الاسرى مالتهم، هم هذا اللي يدقون عليه، لان اصلا اكو امريكان موجودين بالاسرى، اكو امريكان موجودين بالاسرى. بايدن يقول تطلقون الاسرى الامريكان يرجعون الى يباتون او ينامون في منازلهم. اما هذول الاسرى كانوا موجودين في بدايه الحرب، ليش في هذا التوقيت هسه؟ ما ما ما, ما رجعوا قسم منهم يعني موجودين، هواي موجودين عند حماس، وهو الجن جنونهم وين ما يقدرون يوصلون لهم. أنا دولي السفاح، أنا من البداية متابع الموضوع، يعني حتى وقتها تفاجأت من صار الدكتور أسامة بدايتها من بدلوا الأسرة سلموا، قلت حماس شلون تقدم على هيك وضع؟ يعني هي هالكبراتها غزة، غزة في صغيرة، شلون مين راح تطلعهم؟ زين من راح تطلعهم؟ دول عندهم أقمار صناعية، ما يجوز راح يرصدون أماكنهم. حتى يعني كلمتها بقناة مهمة، قلت أنا ما أعرف كيف وافقوا، يا أما يصير التبديل كله تبديل يعني مبادلة أسرى بصورة كاملة أنا ما يضربهم، لكن مع ذلك همين هم داخلوا وصرحوا وقال ما نعرف من طلعهم الأسرى، ما نعرف في عملية تمويه عالي جدا. إيقاف إطلاق النار، هذا المقترح سيرى النور؟ إيقاف إطلاق النار، هم يردون وسحب كل القطاعات بالبداية، قطعات الكيان الصهيوني موجودة من هناك، والمرحلة الأخيرة إعادة الإعمار، أول شيء بدلون الأسرى وبعدين يبدون يدخلون 660 شاحنة يومية يوصلوها إلى صحيح. وبعدين البنى التحتية تتوقع أن يرى هذا النور؟ هذه المراحل الثلاث أن ترى النور؟ يعني ما أعرف، هي إسرائيل مقدمتها يعني ما أعرف لحد الآن، رد حماس ما يعني ما متابعة وهذا ما حماس. أي هذا ما سأتوجه به. بس الفرح قبل ما توجهين، سبحان الله من جابوا الجرحى الفلسطينيين، ابني البارحه كان لازم يعني الدكتور كان موجود ب نعم، والله قصص تسمعيها تدمي القلب. لا اله الا الله. اجى الولد مصدوم يعني بابا، يعني قال لي يعني اكو امراه 5 ولدها رايحين، والصبر والثبات والعزيمه، يقول واحد واحد اوقف يمهم، يقول قصص يعني ايش قد ما اتكلم لك ما كل هذا الصبر ولحد اسرائيل دولة عظمى. شنو اسرائيل؟ اسرائيل امريكا ترى بالمناسبة، امريكا صحيح. اسرائيل واسرائيل امريكا، لولا الدعم الامريكي لكانت طبعاً. الكيان اوهن من بيت العنكبوت. اذا استاذ اسماعيل اجد الترحيب بحضرتك، واسالك عن راي المقاومة، كيف تلقت المقاومة الفلسطينية مقترح بايدن؟ مساء الخير للجميع مرة اخرى. حياك. واضح جدا، اولا هناك تغيير في الموقف الأمريكي هذا منذ 8 شهور تقريبا، وهذا ما تلقفته حركة حماس بشكل إيجابي لغاية هذه اللحظة. علق القيادي قبل نصف ساعة تقريبا أسامة حمدان وقال لغاية الآن لم نأخذ التفاصيل، لكن العنوان لوقف إطلاق النار الدائم هذا يعني يعد بشكل إيجابي ويفتح الطريق أمام النقاشات حول المراحل الثلاثة. توجد بعض التفاصيل والتعديلات، لكن بنهاية الأمر عند حركة حماس عاملين مهمين، الانسحاب من قطاع غزة وبالإضافة إلى وقف لإطلاق النار. كل القضايا الثانية في المرحلة الأولى الثانية الثالثة هي ليست ذات أهمية كبيرة
على أولا. هذا يأتي أولا في سياق أن بايدن فهم المعادلة بشكل دقيق، أن غاية الآن 8 شهور إسرائيل لم تستطع حسم المعركة مع المقاومة الفلسطينية. هذا من أهم العوامل لغاية الآن، وهذه عقدة، بمعنى أن أمريكا وإسرائيل والحلفاء الذين طوال الوقت يدعون بين قوسين أنهم هم لديهم التكنولوجيا ولديهم التجسس ولديهم كل المقدرات، سقطت أسطورة الأمن أمام هذه المعادلة في المنطقة الإقليمية. هذا خطير بالمناسبة، وصول لمرحلة هكذا، عدم الوصول إلى الأسرى المحتجزين، عدم حسم المعركة بكل التكنولوجيا والمعدات. ولاحظنا اليوم الفيديو الأخير، اليوم تم بثه قبل ساعات تقريبا، يتكلمون عن بين أسير وجريح وقتيل، والنفق الذي تم قبل أسبوع الحديث به أبو عبيدة اليوم تم تأكيد عرض صورته. بكل الأحوال المقاومة الفلسطينية الآن، بايدن يتعرض لمأزق كبير جدا، أنه لا يعقل بعد كل هذا الدعم اللوجستي العسكري القانوني في المحافل الدولية نفسيا ومعنويا وحتى في داخل الكابينت الإسرائيلي تلقت كل هذا الدعم، جاء الآن دور بايدن، لأن بايدن الآن يتعرض لأزمة جدية وحقيقية. لديه 6 ولايات خسر بها، هناك تقدم للحزب الجمهوري، هذا البند الأول. البند الثاني، بايدن فشل في الملفات الأربعة، الروسي والإيراني والصيني والأفغاني، والآن هذا الخامس موضوع قطاع غزة، يريد أن يقطع الشوط أمام نتنياهو. ولكن أستاذ إسماعيل، ليس من مصلحة حكومة نتنياهو أن يكون هنالك وقف لإطلاق النار، لأنه كما تعرف والمتلقي يعرف ممكن أن يواجه نتنياهو يعني مشاكل جنائية كبيرة قد تعرضه حتى إلى الذهاب إلى السجن. عدا عن موضوع هذه القضية، لدى نتنياهو قبل قليل بعد أن طلع السبت عند اليهود، لاحظنا صباحا مثلا عضوة الكنيسة عن حزب الليكود تالي غوتليب ماذا قالت؟ قالت إذا بايدن جاء إلى إسرائيل سوف أتقدم بشكوى، كيف ينشر معلومات يحضر النشر عليها؟ مسؤول كبير في إسرائيل لم يتم التعرف عليه، وهناك يعني أوساط تريد أن تعرف من هو. بايدن شخص ضعيف جدا، لا يعرف الواقع هنا في إسرائيل، وعليه أن يفهم جدا، وهذا انتصار لحركة حماس. سموتريش وإتمار بن جفير قبل قليل بعد أن خرج السبت يعني بعد الساعة 7 تقريبا، قالوا لنتنياهو بشكل واضح، إذا أنت تم الموافقة على هذه صفقة بايدن فإننا سوف نحل الحكومة. إذا نتنياهو الآن في مأزق كبير جدا أمام واقع مختلف، لم يعد هناك أي مناورة ولم يعد هناك تلاعب، قطع بايدن الشوط أمامه وقال للمجتمع الأمريكي، يعني لأول مرة يعني رئيس أمريكي ينشر تفاصيل الأولى والثانية والثالثة، هذا غير مسبوق، يعني هذا يولي اهتمام كبير جدا بأنه يهتم بإسرائيل أكثر من القيادة الحالية. هو يدعو بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى المعارضة، إلى الشارع الإسرائيلي، أدعوكم بما معناه أن هذه الحكومة يجب أن تتغير. هذه هي رسالة كان بايدن، وضحت يقطع الشوط، أن بايدن، لا ننسى أن نتنياهو سوف يأتي خلال 2 أو 3 أسابيع دعوة من الكونغرس الأمريكي، وبالتالي بايدن قطع الشوط أمامه، لأن الأضرار التي لحقت بالمنطقة عالية جدا، أن الجبهة اللبنانية، جبهة اليمن، والفصائل العراقية والسورية، بالإضافة إلى محور إيران. طيب إذا دكتور أسامة، كما تفضل أستاذ إسماعيل، إذا الضغوط كبيرة على حكومة بايدن، هل سيستخدم بايدن القوة ربما في قراراته السياسية ضد الكيان الصهيوني لإيقاف هذه الحرب؟ الخيارات بعد هذه المدة يعني الطويلة نسبيا من الحرب، الخيارات باتت محدودة، وبالتالي مو فقط خيارات بالنسبة لأمريكا وإنما حتى لحكومة الاحتلال. يمكن بن جافير اليوم هو اللي يضغط على استمرار الحرب، ويهدد انه اذا ما تم ايقاف او ايقاف الحرب او وقف اطلاق النار راح يلقي او تسقط حكومه نتنياهو ويعلن حكومه جديده. لكن اعتقد اكو جماعات ضغط واكو مؤسسات صهيونيه امريكيه هي اللي ممكن تسيطر على القرار وتحاول انه تلملم الموقف الحالي وتخرج باقل الخسائر الممكنه، لكن اكيد
ما حصل من طوفان أقصى من طول هذه الأشهر راح يبني معادلة أمنية جديدة، راح يبني معادلة سياسية جديدة، ما راح يسمح لهذا الكيان أنه يعيش في حالة من الاستقرار والبحبوحة اللي كان عايشها ما قبل طوفان الأقصى. أنا أعتقد راح تترتب نتائج كثيرة. نتحدث اليوم عن موضوع المنفذ المهم عن طريق البحر الأحمر وما يقوم به اليمن وحركة أنصار الله، مسألة جدا مهمة، معادلات جديدة أنا أعتقد تغيرت. هذه كلها أنهكت، أولا أنهكت حكومة الاحتلال، وأنهكت دولة الاحتلال، وأيضا أنهكت الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أمريكا لا تستطيع أن تدخل في حربين أو أن تدير حربين في آن واحد، وبالتالي هي اليوم عمليا أدارت حربين في آن واحد، وهذا أنهك واستنزف القدرات الأمريكية سواء كان الاقتصادية أو حتى العسكرية. أستاذ سرمد، بالعلوم السياسية حرب الاستنزاف تلعب دور مهم، الآن لصالح من حرب الاستنزاف؟ لا، الاعتيادي لصالح حماس، يعني صالح المقاومة الإسلامية. العلم يعني أنت حزب الله اللبناني لحد ما داخل الحرب بصورة فعلية، الإحصائيات تشير إلى امتلاكه الآلاف الآلاف من الصواريخ اللي تضرب عمق إسرائيل، لم يدخل، هذه كانت مجرد مناوشات بينهم وبين، يعني ما كان مجرد ضغط لفك لرفع إدامة الزخم عن مشاغلة جبهة معينة، مشاغلة لحد الآن أنصار الله الأوفياء. سؤالي شخصيا من جهات غربية، يمتلكون كروز ميسايل اللي يوصل 1500 كيلو، لأنه شلون بدنا نضرب إيلات وأم رشراش؟ هذه مشكلة، هذه عندنا، يعني إحنا كعلم عسكري وأنا مطلع بهاي الأمور، هذه إذا واصلين هاي التقنية هذه خطرة جدا عليهم، جدا خطرة. لا يعني سؤال دائما يطرح، شلون تصل الإمدادات إلى حماس؟ هو هذا والله، أولا هم يعني الله يساعدهم، هذا توفيق إلهي، ثانيا يعني أكيد عندهم طرقهم. أنا أعتقد بأنه المصانع موجودة داخل غزة، يعني لديهم المواد الاحتياطية الكافية لصنع شلون دخلت لهم يا أستاذ سرمد؟ لا موجودة، أنا أتوقع يعني هم هيئوا أمور كثيرة خاصة فيما يخص الأنفاق، عندهم أنفاق يعني مستوى عالي من الدقة. لكن أكو بعض الصواريخ تستهدف هذه الأنفاق، شلون قدرت أنه هذه الأنفاق تكون سليمة من هذه الصواريخ؟ لا مستوى الحفر هذه، يعني أنا مرة أتذكر قلت لي أكو صواريخ استخدمت في ملجأ العامرية حفرة الأرض. طبعاً هاي موجودة. فأني أسأل شلون ما تقدر مثلاً تخترق الأنفاق تحت الأرض؟ ما المكان الفتحات مالتها ما يندلوها إلا عن طريق استخدام أشعة نوع معين على مود يعرف ما موجود تحت الأرض من شبكة موجودة من أنفاق، هي شبكة الأنفاق أكثر شيء موجودة بشمال غزة بالمناسبة، يعني فالشبكة مخيفة يعني. متوقع بأنه عندهم الأساليب، ترى هم مو يعني مو اعتباطا دخلوا مثل هاي الحرب، لا ترى صار فترة طويلة عندهم استحوارات وكل شيء كان عندهم ومتهيئين. وقلت لك أنا متأكد المصانع اللي دا تصنع هاي الصواريخ موجودة داخل غزة بالأنفاق. أكيد أستاذ إسماعيل، بنعم أو بلا وباختصار لو سمحت، تتوقع أن يرى هذا المقترح النور على أرض الواقع لو لا؟ أتوقع نعم، هذه الفرصة الأخيرة، وأعتقد أن المشهد بدأ نتنياهو ينزل عن الشجرة. تبقى هلأ القضية في داخل إسرائيل، كيف الحكومة ترتب أنفسها، أو المعارضة يعني توسعت الآن وأخذت الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية البدء بإسقاط هذه الحكومة. الأستاذ إسماعيل مسلماني الخبير في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين. الدكتور أسامة السعيد، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. الأستاذ سرمد البيات، شكرا جزيلا الخبير الأمني على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذن يبقى لنا الآن فقط أن نذكر بموجز لأهم الأنباء. السوداني يفتتح مركز البيانات الرقمية ومعمل تصنيع اللوحات والعلامات المرورية. المالية النيابية تعقد اجتماعها المخصص لإعداد التقرير النهائي حول جداول الموازنة العامة للعام الحالي. فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي يعلن إنجاز الخدمات في منطقة الثعالبة شمال بغداد.
النزاهة تعلن تنفيذ عمليات ضبط لمخالفات في عقد بمبلغ يصل إلى 30 مليار دينار أبرمته محافظة المثنى. وزارة التجارة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من محصول الحنطة للموسم الحالي. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.